السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. إن شاء الله إنكم تكونوا بألف خير يا رب. اليوم راح ناخذ لاب جديد اللي هو لاب 80 مفروض. شلشوك أتاك، بالشلشوك أتاك لاب اليوم راح يكون في عنا تو ماشينز، واحدة راح نعتبرها أتاكر وواحدة راح نعتبرها فيكتيم. فالفيكتيم عندنا اليوم هو ويب براوزر، عفوا ويب سيرفر. فالويب سيرفر تبعنا اليوم رح نعمل عليه، انا ملخص هون اللاب. رح الويب سيرفر هون اليوم رح نعمل عليه سكريبت اسمه سي جي اي بروجرام. هسا السي جي اي سكريبت هاي بتتنفذ على الويب ابليكيشنز هاي لغرض معين بال HTTP او بال HTML. فالفكره بال سي جي اي بروجرام سكريبت هاي انه بتتنفذ باستخدام الباشل. هسا الشلشوك اتاك اصلا شو يعني؟ الشلشوك اتاك هو بق بالباشل. فاحنا بدنا نستغل اليوم فكره انه الويب سيرفر او الماشين اللي شغال عليها الويب سيرفر بتنفذ السي جي اي بروجرام عندها باستخدام الباشل. فأول خطوة إن بدنا نعمل شوية configuration على الويب سيرفر للسي جي اي سكريبت هاد اللي من خلال اللي الباشل رح ينفذه. هاي اللاب هاي بالشيت موجود إنه رح نعمل creation لفايل اسمه index.cgi. فبغض النظر ليش ال HTTP بتستخدم ال index.cgi ما بيهمناش يعني، بس إنه في سكريبت اسمه index.cgi رح نعمل فايل هيك اسمه ونحط فيه هاي السكريبت. هذا السكريبت بتنفذ باستخدام الباشل، فخذوه كوبي بيست وحطوه جوا هذا الفايل. هذا الفايل لازم ينقل على الدايركتوري اللي اسمها cgi bin، موجودة على اللب، موجودة على اليوزر، على الروت. فبتعملوا موف لها من الفايل اللي اسمه index.cgi على هاي الدايركتوري. وكمان خطوة مهمة انه تغيروا البيرمشن تبعه ل 755 اللي هي الخطوات اللي انا عاملها هون. اصلا عملت كرييشن للسي جي اي، عملت موف للفايل هذا على هاي الدايركتوري، لازم يكون الفايل موجود هون. اذا ما كان موجود هون بصير في مشكله، يعني ما بيشتغل معك التاسك صحيح. بعدين بدنا نغير البيرمشن تبعه. اوكي، هسه اللي راح يصير عندنا ماشين ثاني اللي هي الاتاكر. الاتاكر راح يعمل لانش للشلشوك اتاك. زي ما حكينا الشلشوك اتاك هو بق بالباشل. هسا شو يعني باشل او شو يعني شيل؟ الشيل هو السوفت وير اللي بنستخدمه عشان نعمل اكسكيوت لكوماند لاين او لكوماند سكريبت. هسا الاتاك لما نعمل احنا الاتاك هسا رح من خلال هذا الاتاك نعمل كود انجكشن. هذا الكود بخلينا ننفذ كوماند مش unauthorized access. احنا بناخذ unauthorized access على الفيكتيم ماشين اللي هي الويب سيرفر. اليوم عندنا الفيكتيم اللي هو الويب سيرفر تبعنا، هاي الفيكتيم. اوكي، طيب فالاتاكر شو بده يعمل؟ بده يعمل HTTP connection. HTTP connection مع الويب مع الفيكتيم تبعنا. كيف بده يعمل HTTP connection؟ بدنا نكتب نعمل wget command. هسا wget command بالاصل شو بتعمل؟ wget command هي فايل داونلودر، انت بتعطيها لينك لفايل وهي بتنزل لك اياه. فاذا بنكتب wget بهذا الشكل رح تروح على هاي الاي بي ادرس على هاي الماشين وتنزل لك الفايل اللي اسمه index.cgi اللي موجود بالباث هذا. اوكي، فهي باختصار شو بتعمل wget. يعني بالنهاية الـ wget تعمل HTTP connection مع الـ IP address عشان تجيب فايل. هسا لما انت بتعمل HTTP connection على الـ victim، الـ victim بده يشتغل الويب سيرفر هناك، بده ينفذ الـ CGI program، والـ CGI program عشان يتنفذ لازم يستدعى الشيل، الباش شيل. هسا احنا ما رح نكتب الـ wget بهاي الطريقة، احنا رح نكتبها بطريقة ثانية. رح نكتبها هيك اللي هي هاي الكوماند اللي بتعمل لنا اليوم الاتاك. طبعا كل اللاب اليوم عبارة عن هاي الكوماند بس، رح تعملوها أكثر من مرة بالضبط زي ما هي، بتغيروا عليها بس شو
الاتاك بعمل. شو الاتاك بعمل؟ خلينا نشرح هاي الكوماند. هسا هاي wget command وهاي اليو ار ال اللي احنا بدنا نروح عليه. فاحنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نروح احنا نعمل اتاك وين؟ على اي اي بي ادرس، على مين؟ على الفيكتيم. فاحنا المفروض هون نحط الفيكتيم اي بي ادرس. فالدبليو جيت بدها تروح على الفيكتيم اي بي ادرس وتجيب الاندكس تو تي جي اي. طيب هسا الدبليو جيت راح نضيف معاها اوبشن مهم وجديد اسمه الماينس يو، ماينس يو كابيتال لتر. ماينس يو هسا الاتش تي تي بي هيدر في فيلد اسمه اليوزر ايجنت. بالاصل اليوزر ايجنت هو فيلد بنحط فيه معلومات عن الكلاينت. يعني انت بدك تعمل كونكشن بتحط فيه مثلا زي ايش، مثلا زي الاوبريتنج سيستم تبعك، زي الويب براوزر تبعك، زي الفيرجن للويب براوزر ومعلومات زي هيك. بس احنا اليوم ما رح نحط معلومات زي هيك، رح نحط الكود اللي بيعمل لنا الاتاك اللي هو هيو. شايفين هذا الكود تبعنا، هاي الكود اللي بيعمل الاتاك. هسا الباشل مشكلته انه في اشي اسمه الاكسبورت اكسبورتد فانكشنز. الاكسبورتد فانكشن هذول بيعدلوا على الانفايرومنت فاريبل اللي بتعمل هاي البج اللي بالباش شيل. ف الفانكشن اللي عندنا اليوم اسمه هيو، شايفين هذا الفانكشن تبعنا. هالفانكشن بالمناسبه ما بيعمل اشي، بس احنا لازم نحط فانكشن وبعد الفانكشن نكتب الاتاك تبعنا، هاي الاتاك تبعنا. هسا المشكلة بالباشل انه لما يشوف هاي الاكسبورتد فانكشن اي اشي بعد الاكسبورتد فانكشن شو بيعمل فيه؟ بنفذه بدون ما يسأل شو هو. فهاي البق تبعت الباشل. فاحنا بنعمل بنكتب بالفانكشن هون وبنكتب الكوماند اللي بدنا ننفذها على الفيكتم هون. اوكي، فاليوم الكوماند اللي مكتوبة هون شو بتعمل؟ بتعمل كات للباس WD فايل. كات للباس WD فايل شو يعني كات للباس WD فايل؟ هسا الباس WD فايل فيه معلومات عن كل اليوزرز اللي على السيستم. تخيلوا انه هاي الكوماند لما انت تكتبها على التيرمينال تبعك وتعملها انتر، راح تروح على الفيكتيم اي بي على الفيكتيم ماشين وتنسخ كل الباس WD فايل على الاندكس دوت سي جي اي فايل هاد وتنزله عندك. انت بس تعمل هاي الكوماند والكوماند هاي تتنفذ بدون اي مشكله. تعمل انت الاس راح تكون راح تشوف انه نزل عندك فايل اسمه index.cgi. هسا افتح index.cgi هاد راح تلاقي انه في معلومه الباس wd فايل تبع الفيكتيم اي بي اد الفيكتيم ماشين. هسا اذا ملاحظين انه الكوماند ما انكتبتش، يعني ما كتبناش كات باس wd لحالها هيك، كتبنا باث للكوماند. طلعوا هاي باث للكات وهي باث للباس WD فايل. انتبهوا انه لما بدنا نكتب كوماند لازم نكتبها بالباث تبعها، مش بصريح العبارة نكتب كات. فالفكرة انه هاي اللاين هات كل او هاي الكوماند كلها نقدر كل مرة ننفذها ونغير فيها شو؟ نغير فيها هاي الكوماند. يعني مره مثلا بدي اعمل كات للباس دبليو دي، مره بدي اعمل كوماند الاس، مره بدي اعمل كوماند الان سي، مره بدي اعمل كوماند. كل الكوماند اللي بتنفذها انت طبيعي على التيرمينال انت بتقدر تكتبها هون وتنفذها على الفيكتيم ماشين. كانك انت هسه موجود على الفيكتيم ماشين، الكوماند بتتنفذ على الفيكتيم ماشين، الاوتبوت تبع الكوماند بنسخ جوا الاندكس دوت سي جي اي وبنزل الاندكس دوت سي جي اي عندك. طبعا اللاب صراحة كتير بسيط، هو عبارة عن هاي الاتاك الدبليو جيت كوماند كل مرة بنعيدها وبنغير فيها بس شو الكوماند اللي احنا بدنا نعملها. رح تشوفوا بأول اللاب انه رح بدل الفيكتيم اي بي ادرس رح يحكي لك جربها على اللوكال اي بي ادرس، اكتب لوكال هوست. لوكال هوست يعني زي كأنك انت بتجيب معلومات عن المشين تبعتك نفسها. طلعوها هاي اول مرة كان يكتب لوكال هوست. اول لاب كله بحكي لك جرب هاي الكوماند الدبليو جيت كلها على اللوكال هوست، بعدين بحكي لك جرب هاي الكوماند من
من على الفيكتيم ماشين، يعني على ريموت ماشين. انا بس عملت كوبي للكوماند نفسها، حطيت فيها الاي بي ادرس للفيكتيم، فطلعوا انا على التاكر يكتب هاي الكوماند والفيكتيم اي بي ادرس، هيو حطيته هون. طبعا انا على الفيكتيم بالاصل عملت السي جي اي بروجرام، عملت له تشينج للدايركتوري وعملت له تشينج مود، هاي الكونفيجريشن عملتها. فبدي اعمل انتر، طلع ونزل لي الاندكس دوت سي جي اي، هي اعمل نانو، هي الاس في اندكس دوت سي جي اي. افتحوا الاندكس دوت سي جي اي، طلعوا هاي الباس دبليو دي فايل اللي هي معلومات عن كل اليوزر للفيكتيم ماشين. رجاء قبل ما تنفذوا الكوماند تأكدوا انه في كونكشن بين التو ماشينز، فاعملوا بينج من الاتاكر للفيكتيم وشوفوا، انها ما راح تتنفذ اذا ما فيش كونكشن. ف اذا البنج عليها ريبلاي فاشتغلوا، اذا ما عليهاش بدكم تحلوا مشكله النتورك بين الاتاكر والفيكتيم. طبعا حطوا سكرين شوت من كل إيش اشتغلتوا.